كل هؤلاء الأهالي في قلب المخيم تخيلوا أنهم على خط الخطر متواجدين ليتفرجوا على الاشتباكات. أنا الآن في شارع السوق أي أبو العيش أي مسجد العودة، وخلف هذه المنطقة مباشرة الاشتباكات الضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال، والناس عمالها تتفرج. أنا ما شفتش جكر أكثر من هيك. منورة محمود. حي سمودة. الله يعطيك العافية. محمود من سكان المخيم، ساكن في بلوك 2 هان. ومن أول الحرب بقول أنا مش طالع، وهيو لسه ما طلعش، إن شاء الله مش حيطلع. هاي الناس كلها موجودة هان. الناس لما تنزح بتنزح من منطقة إلى أقرب منطقة إلها. مش مستعدين يبعدوا أو يطلعوا بعيد عن خيمتهم أو مركز إيواءهم أو بيتهم.